ارجعي لي لقبل الرحلة. انتي انكم نبهتوها ونصحتوها. ايه؟ انتو كيف عرفتوا أساساً انه كان في علاقة بينها وبين الأستاذ خالد؟ ألما. من ألما حبيبي عرفنا. ألما هي اللي خبرتنا. ما نحن الأربعة كنا كتير رفقات. يعني أنتي مات بعض. ما كان حدا فينا يخبي شي عن التاني. يعني مثل سبايس جيرلز بدك تقول. تماماً. يعني هي قالت لكم إنه هي كانت تحبه للأستاذ خالد؟ إيه. إنه هيك شي. هلأ صراحة ما بذكر كتير تفاصيل، بس إنه تقريباً إيه هي اللي قالت. ما اقتنعت. في شيء مو ظابط بالقصة. معقول؟ طبعا نحن لازم نسأل الأستاذ خالد وألما. هو الزلمة كان بيفتح الموضوع من فترة، يعني واضح إنه في شيء عنده بده يقوله. حياتي ألما وخالد هلأ على علاقة مع بعض، يعني حابين بعض، وهذا أكبر دليل إنه يلي كان بيناتهم أيام زمان كان حقيقي ومزبوط. ولا لا يا جماعة؟ مو ضروري. شو؟ كيف يعني؟ أنا برأيي إنه في شيء بعلاقتهم مو ظابط هلأ كمان.